السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. اليوم غادي نشوفوا معايا اش نخدموا بهذا الشريط الذهبي. هذا خرج جديد، يجي فيه كاين تاع 1 سنتيم وكاين تاع 2 سنتيم وكاين تاع 4. شباب، هذا الشريط انا نخدم به لي كوف ونخدم به صالح تاع الزجاج. دوك ثاني بغيت نديره في الحيط. شوفوا هذه الدار انا كي دخلنا لها جديده، كانت شويه فيها ليطاج من تحت شويه مسخه. بنت درت الجهه التحتانيه هذيك اللي عند وين يوصل الفايونس، ومن بعد درت هذاك الشريط في الحاشيه، كبدته وقعدت نلصق. يجي فيه سكوتش هنا بنتات هاد الجهه، شوفوا راها تختلف عليها. ما بغيتش ندير اللون كاع مغاير، درته شويه رايح البلون كاسي، ودرت هذا الشريط لصقته كما راكم تشوفوا. باش بنترد درت هذاك السكوتش الصفر كي على الحيط، ومن بعد بنترت عادي بالبنتولا نورمال، ومن بعد خليتها تنشف شويه وقلعت هذاك السكوتش. في بلاصه السكوتش درت هذا الشريط الذهبي هكا باش تخرج خدمه شابه ونقيه. وهذاك الديكور اللي راه في الحيط هنشوفوا كيفاش يلصق مليح، ما يلصق مع الحيط حتى ولا ما لازمش الدراري يخربوا فيه. وهذاك الديكور اللي درتها الفوق راني خدمته في الفيديوهات السابقه الطريقه. وهنايا ثاني بهذا درت هذه الرسمه هذه هكا، قعدت نلصق حليته وقعدت نلصق في الحيط. ديري اي رسمه، اي اختيار، اي شكل ديريه. انا اختاريت هذا الرسم كما راكم تشوفوا، ان شاء الله تكون عجبتكم الطريقه والفكره. تقدري تكملي كاع الكولوار بهذا الرسمه، بصح انا اختاريت غير اللي تكون اون فاس للباب باش كي تحلي الباب تقابلك هذا الديكور. ان شاء الله تكون عجبتكم ليدي ولا هذه الفكره هذه هكا باش تغيري شويه في المنزل تاعك. ان شاء الله الى اللقاء في فيديو اخر.